اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان نتمنى يعجبكم الفيديو ديال البارح اللي هضرنا فيه على النجا، اللي قلنا الاخوان يعني السوق تيدخلوا ليه ثلاثه ديال الناس، يعني كساب اللي تيكسب النجا والعلاف اللي غادي يعلف يا الخروفه يا النجا والكزاب. الموضوع ديال البارح الاخوان هضرنا على الكساب اللي تيكسب النجا، واليوم ان شاء الله الاخوان نهضروا على العلاف، العلاف اللي غادي يشري خروفه يدخلها يعلفها وكله السيستم ديالو. كاين اللي تيخدم على شهرين ونص، كاين اللي تيخدم على 3 شهور، كاين اللي تيشري خروفه غليظه، كاين اللي تيشري خروفه رقيقه. بالنسبه خروفه غليظه الاخوان يعني انسان تيشري الكادر تيلعب على الكادر الوفا، يعني ديك الساعه شنو تيبقى لي؟ تيبقى لي انه خصو غير يسمنها غير تعمر. ولكن الاخوان يعني واش غير يجي يدخل ويشري ويسير وعلف؟ الانسان راه خص دراسه، خص الواحد يشري يعرف شنو تيشري، يعرف الثمن باش يشري، وتاخذ بعين الاعتبار الغزال اللي غادي يشري عندك. يعني غزال الا ما كانش عنده المخروج راه ما غاديش يقدر يزعم معاك في الثمن، هو كاين الثمن ولكن ما غاديش يقدر يجي ياخذ شي ثمن اللي فوق الطاقه ديالو. يعني صراحه الاخوان السوق صراحه ما كاين الثمن. انا عندي خروفات بعت خوتهم صغارين، بعتهم ما مسمنينش يعني كسابيين، بعتهم بواحد وعشرين. دابا في نظرك السمية الاخرى كبيرة عليها شوية، ندخلها للسوق هادي شهرين وهي تتعلف، قبل العيد وهي تتعلف، يعني شحال باش خصني نبيعها؟ شحال خصني نبيعها باش غادي نخرج انايا؟ ندير راسي انني شريتها غنوكل هاديك 250 300 درهم، يعني مشريا نقولو بألف وخمسين درهم، هادي غير الصغيرة ديالها راه تبعت بألف وخمسين، ألف وخمسين درهم، نقولو هي سيدي زيدها بخمسين درهم، ألف ومية درهم، شحال باش خصني نبيعها؟ زيد عليها 300 درهم، هي 1400 درهم، خصني القليلة القليلة خصني نبيعها بألف وخمسمية درهم. والكزار صراحة ما قبلش هاد الثمن هذا، يعني خروفة ماشي هو ما قبلهاش، خروفة ما قداتش عليها. ما غاديش تخرج الميزان، ما غاديش يخرج، كون غير تعطي الميزان وغادي يوصل داك النيفو تخرج. يعني الاخوان الصراحه انا في نظري الانسان اللي تيدخل دابا يشري خروفه ويدخلها يسمنها يعني راه تيغامر تيغامر، ولا الله اعلم شنو كاين تما، والله يدير الخير. هنا الاخوان نهضروا شويه عاوتاني على النعجه، التسمين ديال النعجه. النعجه ما تيشري فيها غير الكادر، خص يكون غير صفا ويكون كذا تيسمنا النعجه. الاخوان تتشد شويه ديال الوقت، يعني هي ما غاديش تكفيها تقريبا هكاك 3 شهور 4 شهور ما تكفيهاش، وما خصها 4 شهور حتى 5 شهور، خصوصا في هذا الوقت دابا اللي كاين شويه السوق غالي. يعني غادي يشري النعجه خاويه، الديشي ديال النعجه غادي يشريه تقريبا 300 درهم، 350 400 درهم. يعني فاش غادي يشري هاد الرخا هذا؟ حنا تنقولو رخا ولكن هو راه الثمن، يعني هادي غادي تجر ليه بزاف، غادي تجرو على الأقل باش غادي توجد خصها واحد 4 شهور 5 شهور قليلة. هنا الإخوان يعني الثمن ديال العلف، العلف غالي، لو تتعطيها علف اللي غادي يطلعها دغيا دغيا خاصك تعطيها علف مركب، يعني واحد النسبة ديال 60% حتى 80% ديال العلف مركب السيكاليم. هنا الاخوان يعني السيكاليم راه رخيص رخيص، داير 4 دراهم وغادي تجر، يعني غادي تطلب المده تصدق شاري نعجه 400 درهم زيد عليها 300 درهم. يعني صراحه الثمن الاخوان الله يدير الخير. المهم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم محتوى القناة. كاين شي إضافة الإخوان فيدونا، والله يسخر الجميع. وإن شاء الله الإخوان مازال إن شاء الله نهضرو على مواضيع أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.